السلام عليكم. غادي نعاودها ولاخر مره على طريقه التسجيل في التعليم الاولي وفي لانابيك في نفس الوقت. في هذه المرحله هذه اللي غيدفع اول مره للتعليم الاولي، اولا غتمشي للسيبير او لا كان عندك حاسوب او لهاتف، غتسجل في السيت يعني في الموقع ديال لانابيك، غيعطيك مود باس باش تبقى تدخل الكونت ديالك ديما، وهذا المود باس من الاحسن دير من 1 حتى ل 5 باش تبقى عاقل عليه. غتمشي لانابيك تقول لهم بغيت ندفع للتعليم الاولي، غتدي معاك الاوراق ديال التسجيل، كيشدو من عندك الاوراق، كاين اللي ما كيشدهمش كيقول لك سير تبوستي، كيشدو من عندك الاوراق كيفاليديو لك الكونت اللي صايبتي. الا تعكس لك التسجيل في السيبير او لا في شي مكان اخر، قول لمول لانابيك هو يسجلك، راه كاينين شي ناس اللي كيسجلوا. الاسئله اللي كتكرر بزاف، واش ضروري نسجل في لانابيك؟ هي ضروري تسجل فيها، حيت لانابيك هي اللي مكلفه بهذا الشيء، ولانابيك هي اللي عندها غدوز المقابله الشفويه حيت هما اللي كيتصلوا بك. السؤال الثاني، واش غندوز التكوين الا تقبلت؟ ايه بطبيعه الحال غادي تدوز التكوين، حيت ما يمكنش تقري الدراري صغار وانت ما عارف لا انشطه ولا شنو تقريهم. بالنسبه للسؤال الثالث، واش ممكن ندفع في مدينه واخا ما ساكنش فيها؟ ممكن، ولكن الاسبقيه كتكون لابناء الدواوير. بالنسبه للسؤال الرابع، شنو اللي احسن، واش الجمعيات ولا لانابيك؟ طبيعه الحال لانابيك، حيت كتولي خدام مع المؤسسه المغربيه للنهوض بالتعليم الاولي يعني اللي حكوميه، واصلا الجمعيات راهم ما بقاوش كيشدوا التعليم الاولي، يعني ما بقاش داكشي ديال الحضانه او الروض او غير ذلك، ولينا كنشوفوا فقط في القطاع الخاص او القطاع العام، يعني المؤسسات الحكوميه او المؤسسات الخاصه، يعني ما بقاش داكشي عشوائي. فوالا هادشي اللي كاين.